القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. قبل أسبوع زارت كاميرا القدس الطفلة تولين والتي أصابها ما يشبه الشلل بعد علاج خضعت له في مجمع فلسطين الطبي. اليوم جاء والد تولين براش إلى ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمتابعة وضع ابنته بعد أن قدم شكوى بحالتها لدى وزارة الصحة. جاوبوني إنه إحنا متبلين في اللي بدكم إياه وما صولي ولا أي شيء. طبعا الأبرية مش قادر أوديها أنا بعالج فيها، قاعد أحسابي بالهلال. طبعا أبو ريا ما قدرت أوديها البنت. البنت طبعا ما بتمشي لهلا بالمرة. وزير الصحة الدكتور هاني عبدين ناقش حالة تولين وغيرها من القضايا التي طرحت في الورشة، والتي كان محورها الرئيس إطلاق تقرير موثق للأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة. لما يكون هناك خطأ طبي، الخطأ الطبي لا يتحمله الفرد، فلماذا يحصل الخطأ الطبي من أصله؟ فلو كان النظام مؤسس بطريقة ناجعة لا يحصل أخطاء طبية، فهذا ما عنيته أن الخطأ الطبي ليس نتيجة خطأ فردي وإنما خطأ نظام. تقرير الأخطاء الطبية فتح النقاش أمام الوضع القانوني للأطباء المخطئين وللمؤسسات المعنية ودور وزارة الصحة في الرقابة والحد الضروري من هذه الأخطاء. تقرير بني على شكاوى المواطنين المتكررة لدى الهيئة. كانت هذه الشكاوى في تزايد خاصة في السنوات الأخيرة، يعني نتكلم عن حوالي معدل 30 شكوى في السنة. هذه كانت ملفتة للانتباه لمعالجة هذا الموضوع. ودائما الخطأ الطبي خاصة في مجتمعنا إذا بترتب عليه على سبيل المثال لا سمح الله وفاة أو ما شابه إلى آخره، بكون حدث له أثر مجتمعي كبير. أخطاء وراء أخطاء، وأنين يعلو وشكاوى تزيد، وسط خلل في النظام الصحي وترقب لإصلاحه. الأخطاء الطبية بين الهجوم والدفاع ما زالت أشباحها تدور في فلك المستشفيات الفلسطينية فوق رؤوس ضحاياها، الذين منهم من قضى ومنهم من ينتظر الفرج. لتلفزيون القدس، كنان عيسى من أمام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.